سمعته بالأخبار. طبعا اليوم بريطانيا شبه مغلقة، يعني السيارات كلش قليلة بالشارع مثل ما شفتوها في بداية الفيديو، وترامب قال العدد المتوقع للوفيات هو 2 مليون شخص حول العالم، وذا أو بأمريكا قصدي، وإذا وصلها 100 ألف وفاة بأمريكا واحدة فهذا يعتبر انتصار عظيم له. الله أعلم، هذا الحكي يعني معناه أنه ممكن فيروس كورونا يستمر في 4 إلى 6 أشهر بالمستقبل، وهذا في الشيء كارثي للاقتصاد العالمي. وهسه من واحد يريد يروح للسوبر ماركت مثل الالدي تسكو لازم يبقى اقل شيء بعد مترين عن كل واحد قدامك وكل واحد وراك، لازم تبقى تنتظر لحد كل ما واحد يطلع من الباب الخروج يدخل نفس العدد من باب الدخول حتى ما يصير ازدحام بالداخل، ولذلك السرب ممكن يوصل حتى ساعتين بالسوبر ماركتات الكبيرة. بالنسبة لي يعني اروح للمحلات العربية ما عليها ازدحام، مو كل البريطانيين ندلوها، مع العلم انه المحلات العربية رفعت السعر، هذا في الشيء لعب النفس لان احنا نجيب لحم حلال واللحم الحلال ما نلقاه الا بالمحلات العربية، فمع الاسف على هاي مع الأسف على العرب والباكستانيين دول المسلمين لعبون النفس، والله العظيم لعبون النفس. والبريطانيين أكو سلع نفذت من السوق بعد الشركات ما تلحق بعد تنتج تجيب هاي المنتوجات للسوبر ماركتات يومية، لكن سعرها ما زادت سنت واحد، بقت نفسها البنسات تابعة للباوند والسنتات تابعة للدولار. هذا المتنزه عادة يكون متروس بالناس، لكن حاليا حيل قليلين بسبب كورونا الله يحفظها ويجعل مثواها الجنة إن شاء الله. وهسه راح أسولف لكم عن المرضى اللي عندنا بالمستشفى واللي سوينا لهم مفراس. المفراس يعني ماكو، هذا الرقم الدمره دمار، وهاي الصوره هسه راح اوري لكم اياها، يعني مثل ما تشوفون هاي الصوره اللي بجانبي، يعني الرقم مال المريض الدمره دمار من الفيروس، بحيث سامعين بالعجز الكلوي هذا يسوي عجز رئوي. تصور ان الاكسجين مالتك يبقى هابط دائما، ثاني اكسيد الكربون دائما صاعد، لذلك ضروري انه تكون بالبيت وما تحتكم بالناس. نعم ببريطانيا مسموح واحد يطلع يومية مرة واحدة اما يتمرن اكسرسايز او يطلع بالبايسيكل مثل ما انا قاعد اسوي هسه، او للتسوق واحد يروح يجيب اكل، اما بالسيارة يعني ما حد يطلع حاليا، اعتقد ممنوع الخروج الا الحالات الضرورية. هاي شجرة الكريسماس. وطبعا الـ NHS اللي هي وزارة الصحة البريطانية اطلقت بحث اعتقد ممول من امريكا، بهاي الدراسة ياخذون الاجسام المضادة اللي موجودة بجسم المريض اللي اكتشافه من الفيروس ويحاولون يحقنوها بدم مريض اخر مصاب ويشوفون شنو ردة فعله. حد الان ما متأكدين انه هاي الاجسام المضادة الموجودة بالاجسام المريض اللي اكتشافه راح تفيد بعلاج المرض او راح تفيد بتقليل الفيرال لود او عدد او الحمل الفيروسي بدم المصاب. الدراسة الثانية اللي سووها مدينة ووهان الصينية، الجماعة اللي ياكلون شلاب وياكلون خفافيش ياكلون حتى بشر يلعبون النفس، فذولا سووا دراسة ثانية شافوا انه
شيء يسموه social distancing، يعني إذا تخلي فد مترين 3 أمتار عن كل واحد بصفك، بهاي الحالة معدلات الإصابة راح تقل، لذلك حتى لو تطلع إذا تريد تطلع شيء من مطار أو شيء حاول تبقى بعيد عن كل الأشخاص، لا تسلم على واحد، ولا عقبة للمتقين. تقريبا مدينة شفيلد حوالي 300 واحد مصاب بي. وآخر شغلة عن كورونا فيروس أو فيروس كورونا، الحقيقة لا يصيب الزلم، فمعدل الوفاة الزلم أكثر بهواي من معدل الوفاة النساء. إن شاء الله الثاني إذا صاب الزلم همين معدل الأفهم راح يزداد، ولهذا السبب لازم تقوم بالبيت ضروري، يعني ضروري خصوصا الزلم بالعراق، يعني مقد الحروب مقد المشاكل راح يخلصون. ابقى بالبيت لا تطلع، حتى مسواقة بدي المرة خلت تجيب مسواقة أبد لا تطلع. المعلومة الأخرى أنه المريض اللي عنده ربو ويستخدم البخاخ يستمر عليه لو يقطعه. المنظمات الأمريكية الطبية قالت أنه المريض أحسن ما يجي مختنق بالطوارئ وممكن يصاب بالكورونا، خليه يبقى بالبيت ويستمر على البخاخ وبحالة جيدة أحسن. نوع دم أي فهو أكثر أضرار للإصابة بالفيروس، وإذا انصاب يكون أكثر أضرار المضاعفات. وهذا الدواء الملاريا اللي قالوا يشتغل، طبعا هسه الدراسات قامت تشتغل ضده وشافوا عدم فعاليته بعلاج الكورونا فيروس. ويز بهاي الحديقة كل شجرة يكتبون عليها اسمها. هاي الحديقة اللي شفتوها هسه اللي جاي افتر بيها اسمها البوتانيكال جاردن، يعني شنو؟ يعني الحديقة النباتية، يعني ماكو حديقة حيوانية. كل شجرة بها اسمها العلمي، مثلا هاي اسمها برون سارجنتي، هذا اسمها. هاي الحديقة فائدتها انه يجون طلاب المدارس يتعلمون على هاي الحدائق، يعني مسويها مثل متحف مال اشجار ضوء. يعني هاي الاشجار اللي موجوده وراي كل وحده تحمل اسم علمي، يجون هالطلاب يتعلمون عليها يشوفون العالم شبيه ما بيه.